فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. يفقده أهله إن أراد، يعني إن كان ضعيف الفهم أو ضعيف المعرفة بالمكان الذي هو فيه، أسلم ما يكون، أسلم مكان يكون فيه ويلبس فيه هو المكان الذي تركوه فيه، هذا أسلم مكان، بحيث أن يكون أسرع مكان يجدونه فيه هو المكان الذي تركوه فيه. وعائشة كانت لبيبة قريبة، لا سيما وأنها كما قلنا أعلم نساء العالمين وفيها من الذكاء والفطنة، فقالت إذا إن لم يروني سيسألون عني، فسيسألوا عني، إن لم يروني سيسألوا عني، فإن أرادوني ففي مكاني. فذهبت إلى مكانها فجلست، فلما جلست وتأخر الوقت غلبت عيناها عليها أو غلبها النعاس فنامت. فلما نامت ونعست جاء من صفوان بن المعطل، وهذه حكم أيضا، إذا أراد الله شيئا هيأ له إيه أسباب، لأنه لو لم يكن صفوان لانتهى الأمر بعائشة. أين عائشة؟ بعد أن أصل المدينة يتذكرون عائشة رضي الله عنها، ولكن الله تعالى رحيم ولطيف بعباد. يعني أنت أيضا تستخرج من هذه لطف الله بعائشة رضي الله عنها، لطف الله بعائشة عظيم جدا، ابتلاها ولطف بها. أنت ترى البلاء مصاحبه اللطف، البلاء ضيعوها، ثم بعد ذلك لو ضاعت ما رجعت بعد ذلك إلى المدينة، ولا تدري كيف ترجع إلى المدينة. لكن من لطف الله أن الله صدر لها رجلا لا يستيقظ إلا بحر الشمس، وذاك فضل الله يؤتي ما شاء. هذا هو صفوان المعطل رضي الله عنه، وهذه القصة عظيمة جدا عشان تعرف كيف أن الله يسبب الأسباب وله لطف في أفعاله سبحانه وجل في علاه. صفوان بن المعطل هذا كان رجل خير، وكان تقيا نقيا عابدا، لكن سبحان الله طباع بشرية. يعني هذا امرأته جاءت تشتكي منه لنسلة، فاشتكت بثلاث، فقالت يا رسول الله إن صليت ضربني، وإن صمت أمرني بالفطر، وإن نام أوقظه للفجر فلا يستيقظ. هذه يعني طبعا هذا ليس مسرحا لأي أحد يقول الحمد لله أنا مثل صفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل كان يأخذ بالأسباب، فمن ضيع الأسباب فهو مفرط، الغرض المقصود. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عتبت عليك في ثلاث، قال وما هي يا رسول الله؟ قال تضربها إذا صلت، قال نعم إذا دخلت صلاة أطالت وإني أريدها في حاجة. ما قوله والله أحد يكفيه، والمرأة إذا أدت فرضها وأرضت زوجها دخل جنة ربها بسلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لما فعل، ثم قالت قال عتبت عليك أنها إذا صامت أمرتها بالفطر، قال يا رسول الله إني أريدها وهي تصوم، كيف أنا أجامع وهي تصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا من بعد إذنه. فقالت وعتبت عليك الثالثة، قال ما الثالثة؟ قال تنام وتصلي الفجر، قال يا رسول الله نحن قوم. ده ما تكلمش عن نفسه، ده بتكلم على ايه؟ على القبيلة بأسرها، يعني المسألة محاط. قال نحن قوم إذا نمنا، يبقى المسألة هنا إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس، والحمد لله أن كان هذا الأمر في هذا الباب. فاستيقظ بحر الشمس، قالت فجاء صفوان وكان يدخل علي مع النبي قبل أن ينزل الحجاب، فكان يعرفه، وهذه خبرة الناس، كان يعرفه. قال فنظر فقال إن لله وإنا إليه لراجعون. قالت فرأني سوادا لكنه كان يعرفني، وهذه فتنة أيضا لصفوان بن المعطل. علم أنها عائشة رضي الله عنها، قالت فلم يتكلم بكلمة غير أني لم أسمع منه إلا الاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون. هذا من الأدب، من الأدب عند التعامل مع زوج العظيم أو مع أصحاب الوقار والسكينة ومع النبلاء الرفعاء، عدم كثرة الكلام. فقال ما تكلمت ببنت شبه، ما تكلم، شوف الأدب، أدب، لأنه الأدب أصالة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كبير القوم، مع سيد الناس. قالت ما سمعت منه إلا الاسترجاع، وما تكلم بحلم الأحوال، ثم أناخ الجمل ووضع يده عند الجمل. فجاءت عائشة رضي الله عنها ركبت دون أن يأمرها بالركوب أو يقول لها اركبي، لم يتكلم ببنت شبه، قال أنه استرجع على ما أنه رأى عائشة رضي الله عنها، وهذا من الأدب الجم لعائشة. فركبت عائشة رضي الله عنها ورحل بها حتى أدرك الجيش في الظهيرة، ثم بعد ذلك رحلوا إلى المدينة. فخاض من خاض في عر في 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 في, 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 في
عرض عائشة في المسألة أيضا أنه لما رآها قالت فخمرت وجه، كانها نامت وما كانت وضعت النقاب، لكن لما جاء خمرت وجهها رضي الله عنها وأرضاها. استنبط منه بعض العلماء من الحنابلة على وجوب النقاب، على وجوب النقاب، لأنه لما قدم عليها أجنبي خمرت وجهها، وطبعا يستدلون بذلك على المرأة التي وقع النصيف من على وجهها فغطت وجهها بإيه بيدها، فقالوا النقاب كان واجبا. واستدلنا بذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا لا تنتقب المحرمة بقيد الإحرام، بهذه دلالة أنه عند غير الإحرام إيش وجب عليها النقاب، وصراحة هذه الأدلة لا تساعدهم في ذلك. وإن قلنا بأن عائشة خمرت وجهها هذا فعل، وين الدلالة على الوجوب؟ أين الدلالة على الوجوب؟ لأنها من الرفعاء النبلاء تفعل ذلك. وأيضا إذا قلنا بالوجوب، وجوب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا على غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن دلت الدلالة على ذلك ولا دلالة. وصراحة المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي جدا، الخلاف في مسألة النقاب قوي جدا. تارة يرى المرء أنه يميل إلى وجوب النقاب، وتارة يقول لا يجب النقاب بل يجب الخمار، وتارة يقول أن المسألة يعني يتذبذب فيها المرء لا يستطيع أن يفصل بين الأمرين. والحق أنني ما زلت إلى الآن، وإن كنت أميل في بعض اللحظات إلى النقاب، ملت أكثر إلى عدم وجوب النقاب بعد الاطلاع على كلية كلام الشيخ الألباني، ليس بالهين صراحة، وكلام الجمهور. لكن في النهاية أن المستحب النقاب، والغيرة من الإيمان. الرجل الذي يعني يجعل امرأته يرى وجهها دون أن يغار، هذا رجل أكيد في عقله يعني ما أدري، ما استطيع أتكلم غير أنه لابد أن يغار. هذه من الفطر، هذه الفطر السليمة، الفطر السليمة هو ألا يرتضي أن امرأته أحد يراها، لأنها ملك له فلا يجعلها ترى. عامة المسألة خلافية بين العلماء، والفصل فيها شاق، هذه من مضايق الخلاف. وإن كنت أقول دائما الجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأيضا أبو حنيفة قالوا بسنية النقاب لا بوجوب النقاب، على أن الأئمة الأربعة على أن الإجماع أجماعة الأمة على أن المرأة الفاتنة يجب عليها النقاب، المرأة التي لها واجب يفتن غيرها بأن النقاب عليها واجب. ثم قالت وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا تولى كبره، الناس خاضوا في عرض عائشة وتكلموا في الإفك، والله تعالى قد ابتلى العباد بهذا، وهذه مسألة عويصة، مسألة عظيمة جدا بأنهم يتكلمون في عرض عائشة، وليس المقصد عائشة رضي الله عنها بل المقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون الذين خاضوا في عرض عائشة مراتب ثلاثة، أصناف ثلاثة، صنف من المنافقين الخلص وهؤلاء أرادوا الطعن في النبي أصالة، صنف من المنافقين الخلص وهؤلاء ما أرادوا إلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، المقصد الأسمى لهم هو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا وحقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى أهل الإسلام. وصنف صنف ثاني الذين وقعوا في هذا الباب صنف من الصلحاء، صنف من الصلحاء، لكن هؤلاء يعني خاضوا مع من خاض بقول الله جل في علاه وفيكم سمعون له، يعني وردوا العامة الغوغاء يتكلمون بهذا الكلام فتكلموا بمثل هذا الكلام. وصنف لهم مصلحة في الوقوع في مثل هذا، كحمنة بنت جحش كانت تفعل ذلك مدافعة لمن لأختها زينب حتى ترتقي منزلة عند النبي، لأنها كانت تعلم يقينا أن أحب النساء إلى النبي ومن لها الحظ العظيمة عند النبي هي من عائش، والتي تنزع زين فهي تريد أن زينب ترتفع عنها منزلة. شبه هذا يا سبحان الله، سلكت الطريق الغير صحيح وغير سديد، طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، الناس فينا لا تجي على اليابس. فهي حتى لو أردت الرقي لأختك لا تفعلي مثل هذا في عرض مثل عائشة المبرأة الصديقة. هذا الصنف الثالث، الصنف الثالث، وكلهم قد وقعوا في هذه الخطيئة والكبيرة العظيمة، وهي حفر من حفر النيران، لا سيما أنه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طهر الله من طهره بعد وقوعه في مثل هذا. قالت والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا من نفاقه المنافق الأكبر الذي حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد مدخلا يدخل به للطعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي في كل حين وفي كل آن، فإنه لما مر النبي صلى الله عليه قال غبر علي ابن أبي كبش، فانظر يقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن
رواحة أما سمعت أبا فلان يقول كذا؟ فقال عبد الله بن رواحة: بل غبر علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلس معنا، وإنا نحب مجالسك ونحب كلامك. فجلس عبد الله بن أبي بن سلول مغزيا فيما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن السلام يسمع منه ويمشي. أيضا عندما قال: أو قالوها أو فعلوها لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقام عبد الله بن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي بن سلول بسيفه وقال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الأعز، فإنك أنت الأذل. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأذى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الطعن الشديد في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطعن في مثل عائشة المبرأة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك قالت: والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس النفاق، وهو في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الخذلان. تكلم عليها رضي الله عنها وأرضاها وهي المبرأة. قالت: وكان الذي يريبني أني لا أعرف الود الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدث لي ما يحدث. فكانت عائشة رضي الله عنها قالت: فمرضت. شوف انظر أيضا إلى ألطاف الله جل في علاه، مرضت فلا تعلم شيئا، وشهرا كاملا يتحدثون عن عائشة وعن صفوان ابن المعطل. فقالت: مرضت فلم أسمع شيئا، وكان يعني الذي يتعبني يريبني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل وأنا مريضة لا أجد منه الود الذي كان، لأنه كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تسأل أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت: إيش السواك؟ ليش السواك؟ ليتقرب إليها بالتقبيل بالمؤنسة بالملاطفة. لكنه كان سلم ما يزيد إلا أن يدخل ويقول: كيف تيكم؟ نجمع ذلك، جمع سلم بين الأمرين. ما هما الأمران؟ قالت: وما كان يريبني إلا أنني لا أرى الود الذي كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصاب بالمرض، وما زاد إلا أن قال: كيف تيكم؟ جمع فيها بين الأمرين. ما هما الأمران؟ عشان تلعب باللعبة اللي بتلعب بيها كل شوية، طب سامحني واعذرني لجهلي، حسبتك تلعب، لكن هذه اصل تقدم، هذا تكتب كيف يعني؟ طيب خلاص، الجاهل مثلي لا يعاتب على جهلي، فسامحني على جهلي، حسبتك بتلعب. اغلب اللعب معذور، يعني تعذرني يعني؟ لا، أنا لا أظن أن الناس بتلعب بهذا، لكن أنا ظننتك أنك تلعب به أو تنظر في الرقم، لأني ما أعرف أن في كتابة هكذا. أنا أعرف الكتابة هذه برسالة بتتبعك. جيد، الحمد لله، أنت الآن طالما فزت علينا والحق معك ليس معنا، نعتذر منك أولا، والثاني اختر لنا من شئت منها أو من شئت من هؤلاء للإجابة على السؤال. بلاش عقلهم عشان ما بقاش فيه الوحشة بينك وبينه. تفضل، اخطأنا في حقك فلذلك لابد أن تختار لنا. البركة ما جاش اليوم، البركة قتل الناس وتقاعس ولم يأتي. أودى بإخواني إلى هوة سحيقة ويقول: لا، أنا المضروب، أنا المظلوم، هو في ثوب الظالم. من أنت تريد؟ أنت متبرع؟ تفضل. فهلاوي يمني، هو يسيب القاتل شغالين. العمامة دي لها ما لها من إيش يعني؟ طبعا هذه ليست بالهينة. هو كان يقول: كيف تيكم؟ وهذا الذي كان يقتل عائشة. ايش الدكتور الاشاوس تعبوا يريدون السؤال. دخل السلام قالت: ما كان يريبني الا ان السلام ما ارى منه الود الذي كان ما يزيد على عن ان يقول: كيف تيكم؟ قلت: جمع السلام بين الامرين والله. اي امرين؟ انا اللي بسال اي امرين؟ ترد علي السؤال بنفس السؤال؟ استغفر الله. هو طبعا ليس متاكدا من هذا، يعني انت بتقارب يعني فهلاوه تونسيه. كيف جمع بين الامرين؟
لغويا جيد. وبعدين هو احنا نقول انه جمع بين الامرين بين القدر والشرع، جمع بين الامرين بين القدر والشرع. القدر بلاء وقع عليه فرضي به واصيب بالهم لانه بشر ما يتحمل، بشر، والبلاء شديد. فراش النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لذلك عند طالب سلم ماذا يفعل؟ يذهب يستشير، بلاء شديد. وأيضا بين الشرع، بين الشرع هو طبعا رحمها وأيضا أحسن إليها لأنها في كل الأحوال هي زوجته، فكان يسأل عنها وهو مأمور شرعا إلى الإحسان إلى الأزواج، استوصوا بالنساء إيش خيرا، الله الله في النساء. فجمع بين الشرع وبين القدر. البلاء نزل عليه بشدة وكان يتألم، بشر وقدر الله، فنزل عليه البلاء وصبر على هذا البلاء، ولم يمنعه ذلك من أن يقدم الشرع في قول الله جل وعلا، استوصوا في قول الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف، فإن المعاشرة بالمعروف أن يسأل عنها حالة كونها مريضة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بين القدر والشرع، وهذا هو الأدق، هو الذي يجعلك تعرف كيف تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء لما قالوا بالمميزة والمفارقة بين حال محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت إبراهيم وحال الفضيل عياض بعد موت ابنه، ذهب يدفن ابنه ويضحك أمام الناس، والناس يتعجبون يقولون أرأيتم كيف قمة الرضا بقضاء الله جل في علاه؟ الفضيل يضحك يبتسم فرحا بقضاء الله عليه، أما محمد قد بكى، فأيهما أفضل؟ أيهما أتقى؟ أيهما أعبد الله جل في علاه؟ النبي بلا شك، لكن كيف التوجيه؟ التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، جمع بين الصبر والرضا بالقضاء، وجمع بين إيه؟ بين الدمع بالرحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الجمع بين القدر والشرع هذا أمر جلل لا يصل إليه إلا الرفعاء من الناس والعلماء الذين قد حباهم الله تعالى دقة في النظر. فقالت وما كان الذي يريبني إلا أنني لا أعرف الود الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيفتيكم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما شفيت ناقهات كانت ناقها، قالت خرجت لأقضي حاجتي، قالت خرجت لأقضي حاجتي، فأخذت معها أم مسطح. وأنت ترى حتى من حال النساء أنهن كنا يبعدن المذهب من أجل قضاء الحاج. لما خرجت سودة قال لها عمر الخطاب ارجعي فقد علمناك، نعرف أنك سودة. ولذلك الله تعالى جعل لهم فرجا ومخرجا من ذلك. وما كان في البيوت من كنف من كنيف، فذهبت أجلكم الله، فذهبت تقضي حاجتها ومع أم مسطح، وهذه فيها دلالة أيضا أنها صغيرة سن تصحب معها غيرها، وهذا أيضا من العفة. فذهبت مع أم مسطح، فتعثرت أم مسطح فقالت بئس، أو قالت تعس مسطح. انظر هنا بقى المفارقة، تعس مسطح، لأن مسطح يتكلم في من؟ سبحان لله في عباده شؤون. شهرا كاملا مسطح يتكلم عن عرض عائشة، وعائشة تنافع عنه وتدافع، أرأيتم لله في عباده شؤون. قالت بئس ما قلت وبئس ما تكلمت، كيف تجرؤين، كيف تتكلمي عن رجل قد شهد بدرا بمثل هذا؟ طبعا هذه فيها دلالة على أن أفضل الناس في صحابة رسول الله هم أهل بدر، وقد يزل الكبير، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم. قد انتهينا إلى هذا الباب. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.